السلام عليكم. اليوم مع وصفة أم وايد إن شاء الله، وش رح نديرو؟ حلوة الكوكياج. هاد حلوة الكوكياج يطيبو في ليمون تاع الحديد، نحشوها بالكراميل والمكسرات. وش رح نحتاج في هاد الوصفة؟ رح نحتاجو نص كاس تاع السكر كلاصي، 125 غرام مارغرين طرية اللي هي حوالي 2 مغارف كبار معمرين مليح، بيضة كاملة يعني عجينة صابلي عادية، مورف صغيرة تاع لافاني، رشة تاع خميرة كيميائية يعني ما تكتريش الخميرة بزاف، الفارينة باش نلمو العجينة، وراح نستعمل هاد الليمون هادو باش نطيبو الحلوة تاع نهار اليوم. نعاود لكم المقادير هكذا باش يعني تكتبوها وتتبعوا معايا. راح نحتاج نص كاس سكر كلاصي، 2 مغارف كبار تاع المارغرين طرية اللي هي 125 غرام، بيضة كاملة، مغرفة صغيرة تاع لافاني، رشة تاع خميرة كيميائية، فارينة باش نلمو العجينة، وحنستعمل هاد القوالب هادو الحديدية باش نديرو الحلوة تاع نهار اليوم. نبداو بالطريقة مباشرة. إذا ندير لا مارغرين، يعني ندير كامل المقادير مع بعض. ندير لهم نص كاس سكر كلاصي، راكم تعودتوا على طريقتي يعني كل المقادير مع بعض. ندير لهم بيضة كاملة، بسم الله. ندير معهم لافاني، نقص فقط هادو اللي ما نحتاجهمش، نقصوهم بهذه الطريقة. اذا نجيب الفارينة، نفتح الكيس، يعني جهزي امورك امامك، نوجد الفارينة بهذه الطريقة والخميرة وليمول. الان نبدا نخدم في الحلوة تاعي. اذا نخلط هذاك السكر كلاصي مع الزبدة، اذا من بعد واش ندير؟ نبدا نزيد في الفارينة غير بشوية، وندير معها رشة فقط، تبعوا معايا مليح، رشة قليلة فقط الخميرة كيميائية، ونبدا نلم في العجينة تاعي غير بصبعتية. دائما هذا النوع تاع العجائن تاع الصابلي لمي غير بصبعتك باش العجينة تاعك يعني تجيك هشيشة والحلوة تاعك يعني ما تجيكش يابسة. اذا نلم العجينة. اذا هنا راني لميت العجينة، العجينة عفوا تكون طرية. اذا نقي البلون دو طراواي تاعي، نعاود نرجع لكم. اذا الان بدا نشكل الحلوه تاعي. العجينه تاعنا ها هي امامنا، ليمول ها هما معايا، هاد الليمول ما يلصقوش يعني ما تخافوش منهم، ديروا مباشره العجينه تاعكم، والعجينه تاعنا يعني صابلي مخدومه غير بالزبده، ما تخافيش منها انها تلصق. اذا بداي تخدمي، خرجي العجينه في الاطراف، من بعد بداي نحي الزياده هكذا باش الحلوه تاعنا تجيك بيان فيني يعني في الاطراف بهذه الطريقة. نزيد لكم حبة، تبعوا مليح الطريقة، يعني نعطيكم نسيي كيفاش نعطيكم يعني أبسط الطرق. إذا بيدي نخبزها مليح، من بعد نبدا نحي في الأطراف، نزيدو وحدة. الفرن تاعي راني شعلتو على 180 درجة يسخن، يعني كل الحلويات طيبيهم على 180 درجه، شعلي لهم من التحت فقط، ولا كان الفوق تاعك يعني مروحه فونتيلي شعليه من التحت وشعلي الفونتيلي، يعني راح طيب لك الحلوه تاعك يعني مليح مليح. ها هي الحلوه تاعي، نكمل كامل القوالب اللي عندي، ندير القوالب في سنيوه، ندخلهم الفرن على 180 درجه، نخليهم حتى يحمروا لي مليح باش نحيهم. نعاود نرجع لكم باش نكملوا الوصفه تاعنا اليوم. الان نبدا نزين في الحلوه تاعي. هاهم لي كوكياج تاعي بعد ما نحيتهم لي مول طابو، شوف كيفاش يطيبوا لنا. ودائما الحلوه تاعك خليها تبرد مليح باش تزينيها. هنا واش راح نحتاج؟ هنا عندي حليب مركز المحلى بذوق الكراميل، وعندي هنا شويه تاع الكاوكاو محمص ومطحون. هنا النوعيه تاع المكسرات اللي ديريها حسب الرغبه تاعك انت واش تحبي. اذا هنا ندير هذاك الحليب المركز المحلى بذوق الكراميل، نديره على الكاوكاو،
بهذه الطريقه. اذا نخلطهم مليح، والكميه تاع المكسرات تقدري ديري كميه قليله، تقدري تكثري، هنا كل وحده والذوق تاع السيده. اذا نخلط المقادير مع بعض. من بعد واش ندير؟ نحكم نعمر، عفوا نحكم الحبه تاعي، نعمرها مليح، يعني نديرها شويه بومبي. ندير عليها الحبه الثانيه بهذه الطريقه، نسيو كيفاش نديرو الراس مع الراس هكذا باش تجينا الحبه تاع الحلوى تاعنا شابه. نزيد نعمر حبه، اذا نكمل نعمر كامل الحلوى تاعي بنفس الطريقه، نعاود نرجع لكم. اذا الحلوى تاع نهار اليوم ها هي امامنا واجده، اللي هي حلبه الكوكياج المحشيه بالكراميل والمكسرات. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.